يرحب بكم هنا معنا في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نظمت المديرية الجهوية للجمارك ناحية قسنطينة يوما تحسيسيا حول هذه الظاهرة ببطنة، شمل مداخلات لبعض الشركاء والمختصين في المجال، تمحورت حول الآليات القانونية المنتهجة للحد من انتشار آفة المخدرات. كان لنا تدخل حول المنظومة القانونية المنظمة للمؤثرات العقلية في الجزائر، حيث عرفت هذه المنظومة إثراءات مؤخرا بصدور المرسوم التنفيذي 1979 المتعلق بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والمواد ذات الخصائص المؤثرة عقليا. تأثير الدماغ على رحلة الإدمان، كيف يصبح الإنسان عبدا للمادة الإدمانية؟ تطرقنا لأهم المراحل تاع الإدمان، أسباب الإدمان والعوامل التي تؤدي إليه من الناحية العصبية والنفسية، وآخر حاجة كاينة في المداخلة هي ما هو دور الأخصائي النفسي في الإقامات الجامعية للتدخل في هذه الظاهرة. كما كان هذا اليوم الدراسي فرصة لعرض بعض الإحصائيات المسجلة في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمهلوسات على حد سواء، عرضتها الجمارك للفرق المتنقلة ناحية قسنطينة والتي تعكس نشاط هذا الجهاز في سبيل محاربة كل أشكال الاتجار والترويج لهذه السموم. يأتي أيضا تنظيم هذا اليوم تثمينا للجهود المبذولة من طرف الفرق العملية الميدانية التي يقوم بها أعوان الجمارك على المستوى الإقليم الجمركي، وتثمينا أيضا لحصيلة النشاط المشرفة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ليتم تكريم بعض عناصر الفرق المتنقلة للجمارك نظير مجهوداتها في مجابهة كل أنواع المتاجرة بالمخدرات التي تعتبر آفة تنخر المجتمعات.